أول شيء شخصية الشاب الواعد هي شخصية شخص بيتخلى عن الألقاب اللي بتكون معفنة وتقليدية وما لازم بقى تتطبق بالقرن 21 يعني على الناس. غير هيك الشاب الواعد بأخلاقه بمبادئه بتربيته، مش أنا بقيم حالي، الناس بتقيم هذا الواقع. لما نحكي عن مسيرة شخص بنكون عم نحصر العمل السياسي بهذا الشخص، وهول مبادئ ولا مرة كنا نلتزم فيها وكنا نمشي فيها، لأنه بالنسبة لنا عمل السياسي هو تمثيل قاعدة شعبية، هو تمثيل للمنتخبين ولفريق العمل. إكمال مسيرة فريق العمل وإكمال مسيرة المقترعين والحزبيين اللي نحن بنشتغل نحن وياهم هو المبدأ الأساسي. التجديد والتغيير كمان مرتبط بإرادة هول الناس مش بإرادة شخصية، وبرجع بقلك أهم شيء ما نربط العمل السياسي بشخص واحد. نعم في مجموعة من الشباب بعدها ملتزمة بهالمبادئ، بعدها ملتزمة بهيدي المدرسة، مشان هيك نحن عم نشتغل نحن وياها كفريق عمل تنكمل مسيرة هالشباب والمبادئ اللي بنشتغل على أساسها نحن. هلا إذا بدنا نحكي عن البترون بس بلا ما نحكي عن كل لبنان، مع إنه المشاكل كلها بتطبع كل لبنان، بدنا نقول إنه البترون من زمان بتعاني من حرمان من خدمات لأسباب سياسية ولأسباب بعدها يمكن، والبنى التحتية بالبترون كانت إلى حد ما سيئة وبعدها سيئة وعم بتسوق هلا مع الوضع الاقتصادي. بس لازم نأكد على شغلة إنه في أصحاب مبادرات فردية بالبترون الواحد ما في إلا ما يوجه لهم تحية، لأنه عم بياخدوا مبادرات بشكل يومي بوضع اقتصادي سيء، عم يستثمروا من أموالهم، عم بياخدوا ريسك كتير كبير بالوقت الحالي هنا وعم يستثمروا وعم بيطلعوا مشاريع معينة. بيبقى أنه الدولة إذا بدها توقف حدهم أو ما توقف حدهم هيدا نقطة تانية. على الصعيد السياسي عم نشوف مؤخرا مشاهد كتير بشعة بالبترون، مشاهد انغلاق البترون اللي كل عمرها كانت تقبل الرأي والرأي الآخر، عم نشوف فيها مشاهد ميليشيوية بشعة عم تفرض على بعض الناس الالتزام برأي معين، عم تجرب إسكات ناس عندها مبادئ سياسية مختلفة، عم بصير في ممارسات بشعة. البترون اللي كل عمرها مسيسة إلى حد كبير، اللي كل عمرها مستوى العلم والسياسة فيها عالي جداً، تحولت لمنطقة عم نخلي نشتري الناس بوظائف بتنفيعات سياسية، وهيدا شغلة ما تعودنا عليها، ومنتمنى ترجع البترون للمبادئ اللي كنا منعرفها موجودة فيها. يعني لما أني بموقع أقعد حدا بشي، بس ما فينا إلا ما نقول إنه ثورة 17 تشرين ضربت كل المبادئ السياسية السابقة، مش المبادئ، طريقة العمل السياسي السابقة، وضعت مبدأ أساسي بالدولة الديمقراطية اللي هي المحاسبة. اليوم بطل في كل سياسي يفتح حسابه وما يوفي بوعوده ويغير رأيه كرمال منافع شخصية ويبني سياسات على هالمنافع الشخصية ويربط العالم بهالمنافع. اليوم السياسي هو ممثل عن الشعب، وبعد 17 تشرين الشعب رح يحاسب هيدا الممثل اللي ما رح يلتزم بمشاريعه. ما في اقعد، بس في اتعهد انه حيلا مبدأ او مشروع منطرحه كمجموعة رح نلتزم فيه وما رح نغيره كرمال مصالح تافهة بالنسبة لمصلحة البلد العليا. يعني هلا في المشكل الاساسي بلبنان هو مشكل سياسي، هو مشكل سياسي واكيد مشكل اقتصادي ومشكل بيتعلق بالفساد، ولكن ما فينا نحل المشاكل الاخرى بلا ما نتطرق للمشكل الاساسي اللي هو وجود سلاح عم يفرض سياسات على الدولة، عم يفرض توجهات معينة، عم يفرض بعض القرارات على القضاء. قبل ما ينحل هيدا المشكل الأساسي ما فينا نتطرق للمشاكل الأخرى. نعم في فساد، نعم في مشكلة اقتصادية هائلة، ولكن منا قادرين نحل بقية المشاكل بلا ما نتطرق للمشكلة الكبرى اللي هي مشكلة سياسية، اللي هي سلاح موجود وتغطية لهيدا السلاح من قبل فئة معينة بسبب منافع شخصية، وبالمقابل تغطية السلاح لهيدا الفئة ولفساد هيدا الفئة اللي موجودة واللي لزمان عم بتمارسها، بس ما حدا بيسترجع يقول شيء لأنه في بارودة موجهة على القضاء وعلى الشعب وعلى المعارضة من 2005 لليوم.
عندنا المشكلة الكبيرة إذا بدنا نلخصها، المشكلة الاقتصادية هي إنه الدولة اللبنانية دينت أموالنا اللي نحن حطيناها بالبنك وراحت صرفت الأموال على مشاريع فاسدة، هدرت هيدي الأموال ودفعت معاشات موظفين توظفوا لأسباب انتخابية. هيدا إذا بدنا نلخص المشكلة. اليوم نحن بواقع بشع كتير، خاصة إنه القانون ما بيمشي مع هذا الواقع. عندنا كابيتال كنترول مثل ما قلت، وعنا هيركت كمان مثل ما قلت. كابيتال كنترول قلنا لهم المصارف عم تمارسوا من 17 تشرين وحتى قبل الى حد ما، وبعدهم لهلا ما طلعوا قانون تينظموا هذا الكابيتال كنترول. وعنا من ميلة تانية هيركت، المودع اللبناني بغض النظر عن مصدر امواله، بغض النظر عن كمية هيدي الاموال الموجودة بالبنك، عم بحس حاله مجبور يدفع ثمن سياسات فاشلة لما يتحولوا كل الاموال وجنى عمره وتعويضاته وكل الأموال اللي حطتها بالبنك وأموال عائلته عم يتحولوا لللبناني وعم تنقص قيمتهم بحدود 30 40 وحتى 60، وصلت هلا بعتقد مع سعر الصرف الحالي لل 60%. أهم شيء اليوم أول شيء القانون يواكب هول التطورات، ثاني شيء الدولة تلاقي طريقة لتخفف هالمصروف الكبير تتكون أولويتها إعادة أموال المودعين للمصارف، لا تجرب تسيطر قد ما فيها على الضرر اللي سببته لهلا. هلا بالنسبة لموضوع حزب الله، خلينا نفصل موضوع الإخبار اللي تقدمناها على الحزب بوجه الحزب عن الموضوع السياسي، لأنه الإخبار تقدمناها نحن من ناحية اقتصادية ومن ناحية قانونية بلا ما نفوت بالمناكفات السياسية. بينما من الناحية الثانية وجود سلاح داخل الأراضي اللبنانية عم بفوت بمغامرات بالمنطقة، بمغامرات خارج الأراضي اللبنانية، وعم بفوت معه كل الشعب اللبناني اللي عم يدفع ثمن هذه المغامرات، هو أكبر عائق لبناء الدولة اللبنانية اليوم. اليوم لما القانون عم يتطبق على فئة واحدة وفئة تانية ما عم يتطبق عليها هذا القانون، اليوم لما في فئة مسلحة بتفرض رأيها السياسي على الفئة التانية، نحن كتير بعيد كتير بعاد عن بناء دولة حضارية وديمقراطية. اليوم الأكترية ما عم تحكم. بال 2009 صارت انتخابات، تشكلت أكترية بالمجلس بسبب وجود هيدا السلاح، هيدا الأكترية ما قدرت تحكم. أكيد خلقوا بدعة التلت المعطل، خلقوا بدعة تانية لتعطيل الانتخابات رئاسة الجمهورية تجيبوا رئيس عرزوقهم. كل هول الأمور أساس المشكل فيها هي وجود سلاح بيفرض رأيه على بقية الأفريقاء اللبنانيين. وأنا أكيد أنه ولا يمكن بناء الدولة بوجود هذا السلاح ضمن الأراضي اللبنانية. طرح الحياد ما أنه طرح جديد، طرح الحياد من الخمسينات كان مطروح، لما كانوا يسمونها سويسرا الشرق كان بالنسبة يعني إلى حد ما لعدم الدخول بصراعات الآخرين. وأكثر شخص رجع شدد على الحياد هو الشهيد الله يرحمه محمد شطح، اللي كان عم بيشتغل بشكل رسمي وبشكل قانوني ومع المنظمات الدولية لإنشاء فكرة لبنان المحايد عن الصراعات. اليوم في فئات داخل الأراضي اللبنانية لما يختل التوازن الطائفي أو فئة معينة تحس حالها مغبونة من قبل فئة أخرى، أو حتى لما تكون فئة عندها مصالح مع دول خارجية بتروح بتلجأ لهالدول الخارجية وبتفوت بصراعات هذه الدول الخارجية، وبخلي هذا الشيء الشعب اللبناني كله يصير يدفع ثمن هذه الصراعات. اليوم نحن إذا كدولة لبنانية ما حطينا حالنا، ما بعدنا حالنا، خاصة أنه في مكونات مختلفة ضمن الدولة اللبنانية، ما حيدنا حالنا عن صراعات الكبار، رح نضل ندفع ثمن تدخلنا بالخارج. مش هيك لا يمكن بناء الدولة اللبنانية كمان دون حيادها عن صراعات الآخرين بالمنطقة. قانون الانتخابات الحالي تخيط على قياس بعض الأشخاص. قانون الانتخابات الحالي كان قانون التسوية الكبرى. قانون الانتخابات الحالي قيد إرادة المنتخبين. اليوم لما نفرض على المقترع أنه بدك تنقي هيدا الشخص من هيدا الليحة وما فيك تنقي غيره، وبدك تمشي بهول الترتيبات المعقدة وعمليات حسابية حتى اللي عاملين القانون ما كانوا عم يفهموها بأول فترة، بنكون عم نغير باللعبة الديمقراطية وعم نفرض قانون بجبلنا هيك مجلس بخلي الشعب اللبناني يرجع يعمل ثورة مثل الثورة اللي صارت، لأنه ما إنه مقتنع بنتائج الانتخابات. هلا كل واحد لازم يحكي باختصاصه، بس في اجراءات معينه لازم كلنا نلتزم فيها، اجراءات وقايه، ولكن بالنسبه لقضاء البترون في شغله كثير مهمه لازم الكل يعرفها.
انه في شباب اخذوا مبادره بقسم كبير من الضيعه البترونيه، اخذوا مبادره فرديه، نزلوا على الارض، سكروا ضياعهم بشكل منظم، منعوا التجول داخل هول الضياع، وقفوا تحت الشمس تحت الشتاء، حطوا حالهم بدائره الخطر تيحمونا ويحموا اهلهم. وهول الناس ما فينا الا ما نقدر لهم جهودهم ونقول لهم انه نحن حدكم ويعطيكم الف عافيه.